السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف السادس في درس جديد من دروس المتعلقة بمادة النسيج. النهاردة هنتعلم يعني إيه نسيج بارز وإزاي ننفذه بشكل عملي. طبعا ممكن ننفذ العمل على النول الخشبي وعملناه في فيديو قبل كده، ممكن نرجع له ونشوفه، أو نعمله على النول الورقي برضه عملناه في فيديو قبل كده ممكن نرجع له ونشوفه ونعرف طريقته اتعملت إزاي. ولكن الطريقة التقليدية اللي هي نفس النظام ده، واحد فوق واحد تحت، احنا عملناها قبل كده وممكن برضو نعملها هنا باستخدام الخيط، وافضل اطلع الخيط خيط فوق وخيط تحت عشان اعمل النسيج، ولما اجي اعمل الطبقة التانية اعمل العكس. ولكن فكرة النسيج البارز بقى اللي هننفذها النهاردة، هنحتاج مع بعض مجموعة شرايح كرتون، قصاصات كرتون عادية شرايح طويلة، وهنحتاج الخيط الصوف او خيط التريكو اللي موجود ومتوفر عندنا. ويلا بينا نبدأ ونشوف ازاي هنقدر نعمل نسيج بارز. اول حاجة انا هجيب الشريحة بتاعت شريحة الكرتون دي، وهبدأ الف الخيط عليها بشكل متكامل، يعني هبدأ من بدايتها كده وهبدأ الف الخيط كله جنب بعضه لحد ما اكملها للنهاية. خلي بالنا بس من اول واحدة، وبعد كده كل الطرق هتبقى كده، ان انا بلف الخيط راس جنب بعضه كده، وهنعرف ليه انا بعمله كده دلوقتي لما هنبدأ نشتغل بشكل عملي. بعد ما كملتها بالشكل ده كده، هبدأ اثبتها بنقطة شمع بسيطة عشان بس الخيط ما يفكش، وهعمل اربع قطع من دي بنفس الشكل كده بنفس الطريقة. دلوقتي انا جهزت الثلاث اشكال اهمت بنفس الطريقة وبنفس طريقة لف الخيط. ايه اللي انا ممكن اعمله في الخطوة اللي بعد كده؟ ان انا هاجي على احد الطرفين دول وهحط شمع او مادة لاصقة على الحرف كده، اتأكد ان كله وصلوا الشمع، وهاجي احطها بقى. شوف انا عايز، انا مثلا هعمل شكل مثلث، فانا هحط القاعده كده، دي قاعده المثلث، همسكها بس 5 ثواني كده او 10 ثواني لحد ما تجف. ودي تاني واحده برضو، حطيت الصمغه او الشمع في نفس المكان وهبدا اثبتها كده بالشكل ده، واصبر عليها لحد ما تجف. والتالته عشان اكون شكل المثلث ده، على سبيل المثال طبعا ممكن اعمل مربع، ممكن اعمل الكرتونة دي الفها على شكل دايرة حسب برضو رغبتي. انا كده هقفل شكل المثلث وبسيبهم بس دقيقة كده لحد ما ايه الشمع يبدأ يتماسك. طيب الخطوة بقى المهمة اللي هي هتبين لي شكل النسيج فعلا، ان انا هبدأ بالمقص كده ادخل واقص من طرف الخيط ده من الاعلى كده عشان اخرج الكرتونه وابدا اوصل لشكل النسيج اللي انا اصلا عايز اعمله. وحذر طبعا، واحاول ان هو يكون من الطرف كده، الكرتونه ملهاش لازمه. هبدا ادخل على الجزء الثاني بنفس الطريقه، اخرج الكرتونة رقم 2 وبعد كده هدخل على الجزء الثالث الكرتونة. طبعا شايفين قد ايه الموضوع سهل وبسيط، انا قدرت اعمل شكل النسيج البارز بطريقة ممتازة جدا وبسيطة وسهلة، وكمان حققت فكرة النسيج البارز من غير ما ابذل مجهود.
طيب اقدر اعمل ايه تاني باستخدام غير طريقة بقى الكرتون؟ ان انا مثلا هاجي على 3 اصابع كده وهلف الاشكال او الخيط بلون تاني بقى، يعني عدد لا بأس به 10 لفات 15 لفة كده بالشكل ده كده، وبعدين هطلعها من الاصابع واحاول ان انا اربط عقدة كده بشكل مؤقت من طرف الخيط. بالشكل ده كده. وممكن كمان اجيب طرف خيط زيادة واتأكد من الرباط واربط كويس جدا، عشان ده مهم، دي اللي هتمسك الشكل اللي انا عايز اعمله. وربطتها جامد من مكان بقى العقدة بالظبط هنا كده، هبدأ اثبت او احط الشمع، وممكن احطها في المنتصف بالشكل ده كده. بصبر عليها ثواني لحد ما بتجف، وبنفس طريقة القص هبدأ أفتح الأشكال دي وأقص شوية من هنا. وبعدين ممكن اعمل لها زي عشان تبقى شبه الفيونكة كده، حاجة بسيطة في المنتصف. وهي دي كانت فكرة النسيج البارز النهاردة، اللي تقدر تنفذها بأكتر من شكل وأكتر من طريقة، وتقدر تعمل مستويات تانية، وتقدر تغير في الدرجات، وتقدر كمان تجيب ورقة كرتون وتعملها على شكل معين، على شكل ثمرة مثلا، أو على شكل طائر، أو على شكل سمكة، وتبدأ إن أنت بنفس طريقة الكرتون اللي عملناه في البداية تقسم الشكل ده وتحطه على النسيج الطبيعي العادي جدا، سواء النسيج الورقي اللي احنا عملناه في الدرس اللي فات، أو على النول الخشبي اللي عملناه في الدرس اللي قبله. ده كان النسيج البارز بكل بساطة، اللي أتمنى أكون من خلاله قدرت أوصل المعلومة. واستنوني إن شاء الله في درس جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.